يا هلا فيكم في سيجمنت جديد من فزازة كورنو، وهذه السيجمنت كثير سبيشل لأنه إحنا فاشن ويك، وأنا حاخدكم على the latest makeup trends اللي موجودة في الساحة. زي ما انتم شايفين انا بس حاطه البيس ميك اب، بس ما حطيت شيء على عيوني لانه حنشتغل انا ونورا الميك اب فيري حق ام بي سي. طبعا التويست اليوم حلبق الميك اب لوكس مع اوتفيتس واللي هو ليتست ترندز كمان، واللي حتشوفوني لابستها على ميلان فاشن ويك. خلصت أول لوك وكثير عجبني، يعني ما أعرف عنكم بس صراحة لون رهيب، وأول مرة أحط هاللون بعيوني. عادة أحط كثير earth tones بس this hot pink is amazing، وعندي the perfect look حقه واللي هو denim on denim very 80s 90s. I think حيطلع كثير حلو. والحين صار الوقت للوك نمبر 2، وإذا فكرتوا إنه اللوك الأول كان برايت استنوا عشان تشوفوا اللوك الثاني بالآيلاينر النيون اللي بيفتح العين وبيعطي أج لللوك، بس أهم شيء نسمك خط الآيلاينر. وبما إنه الميك اب كان بولد وأجي حبيت أوازن بالأوتفيت اللي اخترته باللون الأسود ويكون سادة من دون أي باترنز، بس حافظت على البافي شولدرز والهاي ويستد بليتد بانتس مثل ما شفنا باللوك الدنم. أما للوك الثالث فيمكن البداية تقولوا إنه فزازة رجعت للألوان الترابية، بس لحظات وحتشوفوا المفاجأة. والمفاجأة مع الشيمر والتون الميتاليك اللي بينقل لنا لل 22nd century وبيعكس صورة الجالكسي، بس السر انه نمد الاي شادو للتشيك بونز. وبينما السيلفر اي شادو في البرايت كولرز هي البرفكت فيت لها اللوك، وعشان كذا اخترت هالالوان اللي بتعطي كمان على زمن السبعينات، واكيد ما في فاشن شو بيكمل من غير الاوفر سايز سوت. وبآخر لوك واللوك المفضل عندي نهينا الفزازة كورنر سيجمنت، فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل الترندز اللي وريتكم إياها وتاخدوها معاكم على الفاشن ويك. باي.